طيب السلام عليكم، في حد عنده أسئلة في أي حاجة؟ داخلين على الامتحان بقى، في أسئلة كتير صح؟ مفيش أسئلة خالص؟ طيب احنا اللي عايزين نعمله النهاردة ان احنا نتكلم على بقية أنواع الأنتنز غير الوايرز والبرينتد أنتنز. فهنتكلم على كاتيجوري تانية اسمها الابرتشر انتنز، اللي هي انتنز او الهوائيات الفوهات يعني. تمام، قبل ما ندخل بس في التفاصيل احنا عايزين نعرف ايه المشكلة، يعني المشكلة اللي بتخلي الانتنز دي مختلفة عن الانواع التانية اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. احنا قلنا احنا الانتنة كاركترايزيشن بيتطلب ان احنا نبقى عارفين كارنت ديستريبيوشن. تمام، يعني لو احنا عندنا حاجة زي كده او حاجة زي كده، اي حاجة من الاشكال اللي احنا اتكلمنا عليها دي، كل اللي احنا عايزين نعرفه الكارنت as a function of whatever بقى z بيساوي ايه. هنا الكارنت as a function of x و y لو كان مثلا دي موجودة في الاكس واي بلين. تمام، وهنا الكارنت as a function of اي حاجة بقى نسميه يو مثلا، حيث يو ده الكيرفلينير كوردينيت اللي عمال يلف على السطح ده. تمام، او على السلكة دي. تمام، فلو احنا عارفين ده هنحطه على طول في راديشن انتجرال ونطلع الحل بتاع المساله. تمام، اللي هو ايه، نطلع الراديتد الكتريك وماجنتيك فيلد والباور دنسيتي ومنهم نبتدي نعمل شويه بروسيسنج، نطلع الجين والدايركتيفيتي والافشنسي واي حاجه احنا عايزين نعملها. تمام، فهو دايما نقطه البدايه هي ايه، هي دي. تمام، جات الناس بصت على نوع تاني من انواع الانتنز او كلاس تاني من البروبلمز بتاعت الانتنز، زي مثلا حاجه زي ان انا عندي ويف جايد وبعدين جيت فتحته وعملت الحاجه اللي احنا بنسميها الهورن. تمام، فاحنا عايزين نبريدكت الراديشن منه بنفس الطريقه اللي احنا عملنا بريدكشن للراديشن من الدايبول، ان احنا افترضنا السينوسويدال ديستريبيوشن اللي جاي من ترانسميشن لاين الاوبن سيركت قبل ما يتفتح الدراعات بتاعته يتحول لدايبول. تمام، فاحنا عايزين نعرف لو انا عندي هنا اي حاجه ده ريكتانجلر ويف جايد، فعندي هنا تي اي 10 مود ماشيه وبعد كده عملنا تيبرنج وبقت التي اي 10 مود موجوده على الابرتشر دي. تمام، ده الاي وده الاتش وبيلف بقى كده جوه الاتش زي ما انتم عارفين. تمام، ده اللي هيطلع بره هنا هيبقى عامل ازاي؟ ده السؤال اللي احنا عايزين نجاوبه. تمام، يعني ازاي الراديشن فروم ان ابرتشر هيبروسيد للعالم الخارجي. تمام، انتوا اتعرضتوا لحاجه زي كده ابدا قبل كده على اي ليفل؟ يعني ما اتكلمش على مساله راديشن من حيث المبدا، تجربه مين؟ ايوه تمام، يعني لو احنا كان عندك في ابرتشر كده في سكرين وجيت انت عملت لها اليمينيشن هنا، كان فيها اي سورس وبعدين استقبلت المنظر ده على انذر سكرين، كان بيطلع لنا ايه؟ سم ديستريبيوشن للاضاءه صح؟ اللي هو كان الفيزيكال او الري اوبتكس بتقول ان المفروض يبقى الاضاءه كده بالظبط وبعد كده الباقي مظلم، ده ما كانش اللي بيطلع. تمام، فابتدت ناس تحط شويه طرق للموديلنج بتاع المساله دي وطلعوا ان مش عارف هيبقى في حته هنا هوت وبعدين مش عارف عامل حاجات زي كده. تمام، تجربه يانج وتجارب ثانيه حطيت فيها مالتيبل اوبننجز لما كان عندنا اثنين وبعد كده خدتوا حاجه ثانيه فيها كتير ورا بعض وسميتوها جريتنج مش كده. فالموضوع ده الناس بتبص فيه من زمان، ويمكن اول واحد سمعنا احنا في الكورسات اللي اتعلمناها يعني ان هو بص على الموضوع ده اسمه هايجنز مش كده. هايجنز قال ايه؟ انا ممكن افسر راديشن من اي ابرتشر عن طريق ان انا افترض ان الالكتريك فيلد او وات ايفر اللي هيلومينيت الابرتشر، تمام، السورس ده اللي موجود هنا السورس البرايمري سورس قاعد هنا. تمام، البرايمري سورس ده طلع سام كوانتيتي ضوء مثلا، لو انا بتكلم على مساله ضوء ونورت الفتحه دي. تمام، الفتحه دي هيبقى عليها الحته دي هنسميها الاليمينيتد ابرتشر. تمام، فالاليمينيتد ابرتشر دي على حسب كلام هايجنز كل نقطه عليها هتبقى ايه؟ سكندري سورس هيجنريت سفيريكال ويفز. تمام، وقال لو انا عايز اعرف الويف هتبروسيد ازاي بعد الفتحه دي، هبتدي اوصل السفيريكال ويفز دول واعمل انفلوب وبعد كده ارجع على سطح الانفلوب ده احط نقط ثانيه
كل نقطة هتبقى another secondary set of secondary sources ونعمل another set of spherical waves وهكذا. وعلى هذا الأساس أثبت إن في شوية إضاءة هتمشي كده، لأن إحنا لو قعدنا نعمل الكلام ده هنلاقي الإضاءة بتبروباجيت كده مش بتبروباجيت زي ما الري أوبتكس هتبريدكت إن هو يمشي في إيه؟ خط مستقيم مع امتداد الفتحة دي. تمام؟ طبعا الكلام ده ما كانش لسه فيه معادلات ماكسويل هايجنز قبل ماكسويل بحبة حلوين يعني. تمام؟ لما ماكسويلز ايكويشنز اتحطت وجات الناس قالوا احنا عايزين بقى نستخدم نفس الفريمورك ده عشان نبريدكت ازاي الراديشن هيبروسيد فروم ان اوبن ابيرتشر زي كده. تمام؟ عايزين نحط لها ماثيماتيكال موديل نقدر نحل بيه المساله دي. تمام؟ الكلام اللي هنا ده كلام ده ايه سورت اوف كواليتيتيف شويه، ان انا مش عارف كوانتيفاي قوي. لو انا مثلا الضوء اللي هنا كانت الانتنسيتي بتاعته كام، يبقى اللي هيسرفايف هيبقى الانتنسيتي بتاعته قد ايه. تمام؟ احنا هنا عايزين نحل نطلع ارقام نكوانتيفاي المساله، وبالتالي لازم نستغل ان احنا عندنا فريم ورك قوي عمله ماكسويل اللي هو حط فيه المعادلات، ونقدر نطلع الاي والاتش في اي حته جيفن ان احنا نعرف نحل معادلات ماكسويل. تمام؟ فهو الهدف ان احنا نحل معادلات ماكسويل بره. تمام؟ اندر الاكسيتيشن بالنسبه للعالم الخارجي هو الابرتشر دي، والابرتشر دي كان في انذر برايمري سورس هو اللي عمل لونشنج للتي اي 10 مود ومشاه. فاحنا في نفس المساله اللي بيتكلم فيها هايجنز، بس ابتدينا نتكلم على فيلدز لان احنا مش بنتكلم اوبتكس، وعايزين نكوانتيفاي الكلام ده عن طريق ان احنا نحل المعادلات، مش ان احنا نقول ايه هنحط نقطه ونشتغل ايه جيوغرافي يعني جيومتريكال. احنا كده بنحل المساله جيومتريكال يعني، مش ايه مش بنحلها اناليتيكال. فده الهدف بتاع الجزء اللي احنا عايزين نتكلم فيه. تمام؟ لو احنا حبينا نستفيد من اللي احنا اتعلمناه قبل كده، يبقى كل اللي احنا عايزين نعمله ان هو نعمل التالي. احنا عارفين ده المود دي جوه الويف جايد الديستريبيوشن بتاعها عامل ازاي، ده اللي احنا اتعلمناه السنه اللي فاتت. ونقدر نفترض ان مع التيبرنج التوزيع على السطح ده برضو هتبقى هي التوزيع بتاعه التي اي 10 مود، بس بدل ما كانت على اي وبي الصغيرين اللي هنا هتبقى مثلا على اي وبي الكبار اللي هنا. تمام؟ بس ستيل نفس التوزيع. تمام؟ ده اسامبشن زي ما عملنا هنا، قلنا ايه سينوسويدال ابروكسيميشن بتاعه فتح بس فضل عليه سينوسويدال ايه ديستريبيوشن. هنا هفترض ان برضو اللي على الابرتشر هو التي اي 10 مود فقط. ايه الغلطه في الموضوع؟ هي برضو التي اي 1 مود 0 موجوده بس مش فقط، لان وانس ان انا وصلت للابرتشر بقى في ديسكونتينيوتي، كل الهاي اوردر مودز هتظهر على السطح ده انكلودنج التي اي 1 0. طب والهاي اوردر مودز دي بروباجيتنج ممكن تبقى ايفانيسنت لان احنا لسه ايه تحت الكاتوف، بس احنا عارفين ان الحاجات الايفانيسنت بتفضل موجوده وبعيد عن المنطقه اللي حصل فيها الديستربنس بتختفي، لان هي بالديكاي باي الايفانيسنت كونستانت بتاعها. تمام؟ نعم. لو انا شغال تحت الكاتوف اسمها ايه المود اللي انا شغال تحت الكاتوف بتاعها؟ نعم ايفانيسنت. خدتوش الكلمه دي خالص؟ لا خدتوها السنه اللي فاتت صح. لو انا شغال تحت الكاتوف بتاع المود يبقى اسمها اتس ان ايفانيسنت مود. طب افكركم تاني بالنقطه دي، لو انا عندي ويف جايد، انتوا خدتوا طول الاكسيتيشن بتاع الويف جايدز؟ خدتوا طول الاكسيتيشن؟ لو انا عايز الانش التي 10 مود مثلا في ويف جايد اعمل ايه؟ خدتوا المنظر ده؟ ما خدتوش ان انا احط ممكن استخدم بروب او سلوت؟ ما خدتوش. تمام. طيب بالعقل كده انا عايز ادخل عندي كابل، الكابل ده بيطلع مايكرويف سيجنال من جنريتور شغال عند مثلا 20 جيجا، وعايز السيجنال دي ابعتها في ويف جايد. تمام؟ فاي نيد تو كابل السيجنال اللي في الكابل جوه فين؟ جوه الويف جايد. باللي احنا اتعلمناه السنه دي يعني لو انتم ما خدتوهاش السنه اللي فاتت على انه بروب اكسيتيشن، هيبقى كان انا جبت الكواكسل كيبل. تمام؟ وخدت الاوتر كوندكتور بتاعه فتحته على مين؟ فتحته على ايه؟ على الويف جايد. والانر كوندكتور هخليه يكمل كابين كانتن، بس عايز اترديت فين بقى؟ جوه الويف جايد. تمام؟ دي بتطلع الكتريك فيلد كده، فهي هتكابل مع مود الديستريبيوشن بتاع الكتريك فيلد بتاعها ايه؟ كده. يبقى احنا متوقعين ان البين دي ممكن تاكسايت مين؟ التي اي 10 مود. التي اي 10 مود توزيعه الفيلد بتاعها لو انا ببص من قدام كده، انا ببص من الجنب، ها لو انا ببص من قدام هبقى شايف التي اي 10 مود الكتريك فيلد عامل ايه كده وبيضعف
اللي هو بالتوزيع الساينوسويدي ليه تمام قوي جدا في النص وبيضعف يمين وشمال لحد ما يبقى زيرو عند الحيطان الجانبيه تمام عشان يحقق الباوندري كونديشنز. فلو انا جيت لو انا ببص من هنا كده جيت فتحت هنا كده ونزلت بين اكنها انتنة يعني هنا كده فدي كده اكنها انتنة عايزه تراديت الكتريك فيلد اتجاهه كده والتي اي 10 مود الاتجاه الالكتريك فيلد بتاعها ايه نفس الاتجاه ففي كابلنج ممكن يتم ما بين الاثنين دول ما بين الانتنة دي وما بين المود اللي عايزه تتكون جوه الويف جايد. الكابلنج ده هينتج عنه ان انا هبقى شايف هنا سيرتن امبيدنس ولو كانت الامبيدنس دي ماتشد مع السورس كل الباور اللي جايه من الكابل هتدخل فين جوه الويف جايد تمام. يبقى انا ممكن الانش تي اي 10 مود عن طريق ان اعمل حاجه اسمها بروب كابلنج او بروب اكسيتيشن. اجيب كابل طبعا في العادي هنا بيبقى فيه زي كونكتور تمام كونكتور ده بنلف فيه الكابل اللي جاي من بره والسن بتاع الكونكتور بيبقى داخل ايه جوه الويف جايد والطول بتاع الحته اللي داخل بيها السن ده بيبقى ديزاين بارامتر تمام ده بيتحكم في الامبيدنس ليفل اللي انا شايفها من فوق هنا. فانا اي كان لونش تي 10 مود عن طريق الاستاذ ده طبعا بيبقى فيه شويه لعب تاني. طب بقيه الويف جايد هنعمل فيه ايه؟ في العادي الحته دي بتبقى لاندا على 4 لاندا جايد على 4 وده بيبقى شورت سيركت فانا شايف كده ايه وانا واقف كده شايف ايه اوبن وكده انا شايف انفينيت ويف جايد تمام عشان نبقى بس متخيلين احنا هنترمينيت الناحيه دي بايه. طبعا لو انا عايز الونش في الناحيتين ممكن يعني هنزل البروب هيبعت لي تي 10 واحده ماشيه يمين واحده ماشيه ايه شمال. لو انا عايز اوجهها في اتجاه واحد طبعا لو لزقت الاستاذ ده في الحيطه كده بقى شورت سيركت تمام فهبعده عن الحيطه بمسافه لاند على 4 كده انا بص كده شايف اوبن سيركت يبقى هيتكون لي هنا ستاندنج ويف وبتسكبت على كده والباقي كله هيبقى لانشت فين في هذا الاتجاه تمام. ده ملخص الاكسيتيشن ده كان المفروض تكونوا خدتوه السنه اللي فاتت تمام. طيب هي مشيت وجيت هنا فتحت لها الفتحه دي دي بقيه القصه بقى ها يعني دي بدايه القصه يعني انا عملت اكسيتيشن تمام كابلنج المود بقت بروباجيتنج لان اف اكبر من اف سي تمام. بقيه القصه ايه بقى ان انا عملت فليرنج للويف جايد حولته الهورن وبالتالي نقلت من الويف جايد انفايرمنت انتو الهورن انفايرمنت واخر ستيب ان الهورن عايز يراديت ودي النقطه اللي احنا واقفين فيها. احنا عملنا ايه اللي هنا ده مفيش فيه ابروكسيميشن ده المفروض نعرف نعمل له موديل مفيش فيه مشاكل يعني تمام بس انتوا ما خدتوهاش. دي بروباجيشن بتاع تي اي 10 مود في ويف جايد انتوا حلتوها ريجرس اناليتيكال وعارفين الحل وكوساينات وكوساينات وحاجه حلوه جدا تمام. جت هنا هنعمل ابروكسيميشن ان هي تي اي 10 هتفضل تي اي 10 بس مع تغيير الاي والبي جراديولي لحد ما بنوصل للفاينل A والبي بتاعت مين؟ الابرتشر. اللي ناقص بقى نعمل حاجه نالف حاجه نبريدكت بيها او نستميت بيها بطريقه اناليتيكال ولو كان فيها ابروكسيميشن ايه اللي هيحصل من السطح ده للعالم الخارجي. فاللي انا كنت بقوله لو احنا عارفين يعني لو احنا عايزين نستفيد باللي اتعلمناه قبل كده انا محتاج اغير E و H انتو ايه؟ نعم؟ ايوه عشان الجرينز فانكشن تشتغل محتاجه ايه؟ تتكامل قدامه محتاجه كارنت. انا المشكله هنا ان عندي ايه؟ عندي اي واتش. لو كان عندي جي خلاص يبقى انا عرفت الجي ده هفترض ان الجي ده هو اللي هيراديت واقول له راديت ازاي بالراديشن انتجرال تمام. يبقى كل اللي احنا عايزين نعمله المره دي ان احنا نحول الكتريك وماجنتيك فيلد على سطح ابرتشر انتو كارنتس تمام. واللي بقول كارنتس لان انا عندي فيه نوعين دلوقتي من الفيلدز اي وايه واتش. طب الاتش احنا عارفين ان هو ممكن يتحول لايه لجي تمام. طب الاي هنعمل فيه ايه مش عارفين تمام. وده اللي غاب الدايلاما بتاعت انا لو عندي ابرتشر عليها الكتريك وماجنتيك فيلد وهي لازم عليها الاثنين طبعا لان دي الكتروماجنتيك ويف. لو انا عندي طريقه ان احول الاتش لجي طب الاي هعمل فيه ايه تمام. فده اللي جاب الايه الكلام اللي الناس ايه بتتكلم فيه اللي هو هنعدي عليه كده بسرعه في السلايدز دي لحد ما نوصل لايه التريك اللي عايزين نعملها في معادلات ماكسويل بحيث ان احنا نعرف نجري الحاجات اللي احنا اتعلمناها من اول الكورس ده اللي هي الراديشن انتجرالز تمام. فده كده الهيستوريكال ديفلوبمنت بتاع الموضوع. احنا قلنا الابرتشرز اول واحد اتكلم فيها هو الاستاذ هايجنز تمام وقال ان على كل سطح في الابرتشر دي كل نقطه ممكن نفترض ان هي سكندري سورس بيجنريت
secondary spherical waves ونكون الايه الويف فرونت عن طريق ان احنا نجيب الانفلوب بتاع هذه السفيريكال ويفز. تمام. في واحد تاني اسمه فرانل, كل دول قبل ماكسويل. ها الاستاذ فرانل ده عمل حاجه يعني اضافيه شويه على الهايجنز عملها, وقال ان لو كانت الابرتشر دي كبيره فالجزء المهم هو اول زون. تمام. دي احنا ممكن نتكلم عليها بالتفصيل في اخر الكورس لو كان في وقت, لان المعادلات اللي فرانل عملها الناس بتستخدمها لحد دلوقتي علشان تتحدد اطوال الابراج بتاعه البيس ستيشنز بتاعه الموبايل. فهو كل اللي قاله ان لو انا كان عندي الابرتشر دي الدايمنشنز بتاعتها كبيره شويه الكتريكالي, في حته هي المهمه الباقي مش مهمه, يعني هي اللي هتكونتريبيوت للباور فلو من البرايمري سورس ثرو الابرتشر. وده كلام منطقي مش كده؟ يعني انا لو كانت الابرتشر فتحه كبيره قوي اكنها مش هتفرق عن لو كانت مش موجوده, لكن لو الابرتشر فتحه صغيره هتبتدي تعمل حاجة مختلفة عن الحالة بتاعت ان مفيش سكرين. تمام. الليمت ده اللي هو حطه مين؟ ده اللي حطه فرانل. قال يعني how big is enough for the aperture دي such that الباور اللي جاية من البرايمري سورس تروح للريسيفر اللي قاعد الناحية التانية. تمام. هل كفاية ان يبقى فيه differential opening؟ لو الري ثيوري مظبوطة كان يبقى فيه, لو في واحد واقف هنا على نفس على الاستقامه بتاعت الخط الواصل من هنا انا عملت الفتحه كان يبقى كفايه. تمام. هما لما جه هو يعمل التجربه لقى مش كفايه, لان لو فتح فتحه صغيره قوي يا دوب عدت خيط من الضوء ده مش كفايه, لازم ايه يكبر شويه. يكبر قد ايه؟ على حسب حاجه سماها الفرينل زون, الزون بتاعته يعني. تمام. طيب جه بعد كده ماكسويل, الكلام ده كان سنه كام لو تاخدوا بالكم من التواريخ, ده 1600 وشويه. تمام. دي الفتره اللي هو عاش فيها يعني. وبعدين فرانل اللي عاش من 1788 ل 27. وبعدين جامين ماكسويل. تمام. 1831 البيبر بتاعت المعادلات بتاعته نزلها 1867 تقريبا لو انا فاكر الرقم صح, يعني قبل ما يموت بشويه طلع البيبر واستحملش. تمام. فهو طلع المعادلات دي اللي احنا عارفينها تمام من سنه ثانيه. كل اللي احنا عايزين نعمله ان احنا عايزين نحط another kind of source, عايزين نحط source تاني. ان احنا عارفين لما بيكون في magnetic field وحصل فيه discontinuity, اللي بيعوض discontinuity بتاعت magnetic field هو surface current. عشان ننط نطة لقدام شوية نعرف احنا عايزين نعمل ايه. تعالوا نفرض انا الوقت يهمني ان اعرف ده هيراديت ازاي, صح؟ اللي حصل جوه مش فارق معايا في حاجة, as long as ان حد اداني ايه معلومة بتاعت الفيلد شكله عامل ازاي على السطح. اكني لو حد اداني الصورة بتاعت توزيعة الفيلد على السطح هقول له انا مش فارق معايا هو ايه اللي عمل الفيلد ده على السطح, انا كل يهمني ايه الديستريبيوشن اللي هيراديت. فاختصارا للكلام اللي هنقوله بس بالتفصيل دلوقتي, احنا كل اللي هنعمله ايه؟ هنقول طيب تعالوا نفريز اي و اتش اللي على السطح. تمام. ونفرض ان الفيلدز جوه زيرو. تمام. يعني الفيلدز جوه كانت بزيرو, طفيت السورس وعايز احط سورس مكافئ. تمام. يعني انا كان عندي هنا سام جي, ده جي سورس هو ده اللي بعت مين التي اي 10. انا عايز اقول لا انا هطفي ده. تمام. بس هحط هنا على السطح جي ايكويفالنت. تمام. يبقى هطفي البرايمري سورس وانا هكرييت ايه secondary source. تمام. such that الفيلدز جوه تبقى بصفر, اللي هي في المنطقه اللي هي حصل فيها الجينريشن اساسا انا مش عايزها في حاجه, الفيلدز جوه تبقى بصفر والفيلدز بره تبقى الفيلدز اللي انا بدور عليها. تمام. السؤال بقى علشان المساله اللي بره ما تحسش باختلاف لازم الباوندري كونديشنز تفضل ايه؟ تفضل متحققه. يعني لازم الماجنتيك فيلد على سطح الفتحه دي اللي بره يبقى هو نفس الماجنتيك فيلد اللي كان على سطح الفتحه دي لجوه قبل ما اعمل ايه في السورسز الداخليه؟ قبل ما اطفيها. علشان الفيلد بره على السطح اتش اون اس يبقى هو نفسه اتش اون اس بس من جوه, لازم يكون جي ايكويفالنت اللي هنا بيساوي ايه؟ ان كروس اتش, بحيث ان انا اقدر اقول ما بين السطح الخارجي لو احنا جينا نبص كده السطح ده هو اس وانا حاجه احط هنا جي ايكويفالنت. تمام. وهقول الباوندري كونديشن بتاع المساله الاصليه ايه؟
الباوندري كونديشن بتاع المساله الاصليه ان اتش اللي جوه بيساوي اتش اللي بره، اتش تانجنشال اللي جوه بيساوي اتش تانجنشال اللي بره، واي تانجنشال اللي جوه بيساوي اي تانجنشال اللي بره، ان بالاصل دي فتحه دي هوا مفيش حاجه صح، يبقى لازم الفيلد يبقى كونتينوس. طيب انا عايز اخلي الفيلد اللي بره اتش اوتسايد يساوي مين؟ اتش اللي كان انسايد. بس وانا عامل ايه في اتش انسايد؟ اتش انسايد الجديد اللي في المساله دي خلطته بكام؟ بصفر. يعني انا عايز اطفي مين؟ عايز اطفي السورسز البرايمري، وهحط هنا سورس سكندري such that السورس السكندري ده يكرييت على السطح هنا اتش بيساوي الاتش اللي كان موجود ايه؟ جوه اللي هو كان كونتينيوس. يبقى مفيش غير ان احنا نخلي ان اتش ان جي دي تساوي كام؟ ان كروس مين؟ اتش اوت اللي هي كانت بتساوي اتش مين؟ اتش ان في المساله الاصليه. يبقى ملخص الكلام ان لو انا كنت عارف الفيلد قبل ما يطلع على الابرتشر بدلتا ها؟ هاخد الفيلد ده اقول له وقف، انت هتحول تبقى سيرفيس كارنت بيساوي ايه؟ ان كروس اتش اللي جوه اللي هي نفسها ان كروس اتش اللي بره، بس انا هطفي اللي جوه وهسيب مين؟ الجي ده بقى هو ده السورس الجديد بتاع المساله، وانا ضامن ان هو هيطلع بره ايه؟ الفيلدز اللي كانت المساله الاصليه هتكريتها، لان هو حافظ على الباوندري كونديشنز بتاعت المساله الاصليه، تمام؟ واحنا عارفين ان اهم حاجه لو انا عندي منطقه بتحقق معادلات ماكسويل ومحققه نفس الباوندري كونديشنز بتاعت مساله ثانيه، يبقى دي فعلا مساله مكافاه للمساله دي. فين؟ في انهي منطقه؟ في المنطقه اللي انا ما بوظتهاش، انا بوظت المنطقه زي الايمج. الايمج انا ممكن احط اي حاجه في المنطقه اللي كانت ارض، لان انا مش فارق معايا الحل فيها كان بصفر وانا عارفه، هبوظ فيها بس احافظ على الباوندري كونديشنز بتاع المنطقه ايه اللي انا عايزها. طيب كده كويس جدا، انا كده متاكد ان الجي ده هيخلي الماجنتيك فيلد يا دوب بره السيرفيس هو الفيلد اللي كان جوه، يبقى انا محقق الباوندري كونديشنز. طب الالكتريك فيلد محتاجين ندور له حاجه على حاجه هو كمان، تمام؟ فالناس قالوا طيب لو احنا كان عندنا حاجه اسمها الماجنتيك كارنت M equivalent such that هو ده كمان هيبقى proportional مع N cross E out، يبقى بنفس الطريقة اللي خلى J يجيب H ال M هتجيب E، تمام؟ طب أنا ما عنديش معادلات، ما عنديش حاجة اسمها magnetic current من الأصل، لأن معادلات ماكسويل ما كانش فيها غير J وإيه؟ ورو. يبقى الحل نعمل إيه؟ نألف sources تانية، السورسز دي مكافأة، يعني احنا عارفين ان هي مش فيزيكال، يعني I cannot generate magnetic current، بس انا هحطها كموديل، كموديل لايه؟ لمسألة الراديشن من الابرتشر. هل هي هتفضل قاعدة؟ يعني هيطلع لي في الحل في الاخر ان في عندي magnetic current؟ لا، انا عارف ان الام دي هي في الاصل قيمة الالكتريك فيلد اللي كان جاي جوه، والفيلد اللي جوه ده physical quantity جاي from an actual source اللي هو ممكن يبقى probe او whatever عمل launching للويف جوه الويف جاي. يبقى انا وضع حاجة مش physical في معادلات ماكسويل ما تقلقناش، لان احنا عارفين ان هي في النهاية هتطلع in terms of قيمة الفيلد اللي جوه اللي هو كمية فيزيكال اللي احنا متعودين عليه، تمام؟ يبقى أول إضافة هنعملها عشان نعرف نحل مسألة الراديشن من الأبرتشرز هو إن احنا هنخلي معادلات ماكسويل تبقى بالانسد. يعني هنقول زي ما كيرل الإتش بيجي من الإي أو جي، كيرل الإي يجي من الإتش أو إم، تمام؟ يبقى هنضيف حاجة عشان بس الإشارات تبقى حلوة، هنخليها بالإيه؟ بالناقص، وده هيترجم ان اللي هنا دي هتبقى ان الام بتساوي ناقص ان كروس اي مش ان كروس اتش زي حاله الجي، تمام؟ ما كانش فيه ايه؟ ماجنتيك كارنت ولا ماجنتيك فيل؟ ماله الماجنتيك فيل؟ احنا قلنا هيبقى فيه كذا كارنت كان فيه اتش، يعني مش كده كده الاتش كانت موجوده برضه ولا؟ طب ما هي موجوده، ايه المشكله؟ واحنا بنطلع من الوايرز يعني؟ اه. طب هو الماجنتيك فيلد موجود، ايه المشكلة؟ احنا بنعرف نجيب حاجة اسمها ماجنتيك فيكتور بوتنشال بمعرفة جي. يعني لو انت عندك كارنت الكتريك كارنت which is هو الكارنت اللي موجود فعلا في معادلات ماكسويل، دي القصة من الأول لما قلناها في بداية الكورس. قلنا لو أنا عايز أجيب E و H electromagnetic wave في منطقة in the presence of the source. دي أول حاجة قلناها، وإحنا قلنا إيه المختلف في الكورس ده؟ إن السورس بقى موجود.
عايزين نطلع E و H بدلالة هذا الجي. لقينا ان المعادلات بتاعت ماكسويل بتبقى مكلكعة. فقلنا هنهرب من ان احنا نطلع E و H، هنطلع مين؟ هنطلع A. ومن الـ A هنبتدي نعمل approximations اللي هي الفار فيلد ونطلع الـ E والـ H. بس مين نقطة البداية؟ J. فاحنا قلنا لو حد اداني J المكافئ للأنتنة اقدر احولها لـ A، ومن الـ A اجيب E و H. الـ H موجود طول عمره. تمام؟ الـ H موجود بس كان مصدره هو مين؟ زي الـ E كان مصدره هو مين؟ الـ J بس. تمام؟ وده كان ساتيسفاكتوري عشان نعمل موديل لكل الانتنز اللي من النوع ده اللي احنا شايفين معدن ماشي عليه كارنت. تمام؟ فده كارنت والجي موجوده في معادلات ماكسويل. حلو جدا. يبقى انا اي كان جنريت اي و اتش ديو تو جي، وده اللي ماكسويل بيقوله. الجديد دلوقتي ان انا عندي في ابرتشر عليها اي و اتش برايمري، دول هنستخدمهم عشان يجنريتوا الكتروماجنتيك ويف في منطقه ثانيه غير اللي موجود فيها الابرتشر دي. هل احنا نعرف لو احنا نقدر نحول اي واتش دول لجي؟ نعرف. الاتش بيتحول لجي مفيش مشكله، دي حتى من الباوندري كونديشنز اللي احنا متعودين عليها. تمام؟ لكن الاي ما نعرفش، ما نعرفلوش حاجه تحوله لجي، صح؟ فالفنا له حاجه تدي له حاجه شبه الجي، سميناها ايه؟ سميناها ام. وعشان المنظر ده كده اذا كان دي اسمها الكتريك كارنت يبقى الام لازم يبقى اسمها ماجنتيك كارنت. انا كده جاوبت سؤالك ولا توهتك؟ كده جاوبت. تمام. يبقى احنا الجديد في المساله الحاليه ان انا ما عنديش معدن ماشي عليه تيار، انا عندي فتحه عليها اي واتش، عايز احولهم لتيارات اصليه او مكافئه عشان اخليهم يراديتوا. فاحنا قلنا هيتحولوا تيارات مكافئه، الاتش يقلب يبقى جي والاي يقلب يبقى ام. طب ام دي مش موجوده في معادلات ماكسويل، خلاص نظهرها، نالف معادلات جديده اسمها البالانسد ماكسويلز ايكويشنز، هيبقى ظاهر فيها ام، وبالمره نحط حاجه اسمها ماجنتيك تشارج عشان نبقى ظبطنا الدايفرجنس وظبطنا الكير. تمام؟ ده كارنت ايكويفالنت، كارنت مكافئ احنا حطيناه عشان نحافظ على الباوندري كونديشنز. ملوش معنى. اتس نون فيزيكال كارنت. لو ايه اللي هيخلي كارنت يمشي على هواء؟ مفيش. تمام. فاحنا حاطينه كخطوه انترميديت زي الايه كده. احنا قلنا الايه دي ليها معنى؟ ملهاش معنى. احنا حطيناها عشان حلها في المعدات التفاضليه بيبقى سهل، ومنها بنطلع الاي والاتش. احنا اللي عملنا كده ان هو مش هو بيعمل جي ولا هو مش هيعمل جي ولا حاجه. تمام. احنا هنصفر الفيلد جوه، فعشان المساله اللي بره ما تتاثرش لازم يبقى فيه تيار مكافئ. انا بفترض ان في بره اي واتش، وجوه انا بقول اي واتش بكام؟ بزيرو. الديسكونتينيوتي دي لازم يعوضها ايه؟ سيرفيس كارنتس. فاحنا اللي بنقحم السيرفيس كارنت على سطح هواء، يبقى احنا اللي حطيناه. احنا حطينا سكندري ريسورسز غصب عن المساله عشان نخلي المساله اللي بره ما تتاثرش. عندي الكتريك فيلد بره وجوه الكتريك فيلد بزيرو، هقرب من السطح اللي هو هواء، اي تانجنشال بره لازم يساوي اي تانجنشال جوه، وانا بقول له ان اي جوه بزيرو، يبقى لازم في حاجه تعوض ديسكونتينيوتي في الكتريك فيلد اللي هو حصل فيه سادن جامب. اذا كان الاتش بيعوض ديسكونتينيوتي في الجي، يبقى لازم الاي ندور له على حاجه تعوض ديسكونتينيوتي دي، والا كده احنا بنفايوليت باوندري كونديشن اساسي اللي هو ما بين الدايلكتريك والدايلكتريك، اي تانجنشال 1 بيساوي اي تانجنشال 2. الا لو انا حطيت اي تانجنشال 2 بزيرو، يبقى لازم يكون في حاجه ثانيه بتعوض النقله دي. مش انتوا خدتوا الكلام ده؟ خدتوا. لو انا عندي هنا ميديم اسمه رقم 1 وميديم رقم 2 وعليه نورمال اسمه ان، صح؟ فلو ده كان دايلكتريك وده دايلكتريك، الباوندري كونديشنز بتقول ايه؟ ان كروس اتش 1 ماينس اتش 2 بتساوي زيرو، وان كروس اي 1 ماينس اي 2 بتساوي زيرو. طب لو في واحد جه مشى على السيرفيس ده سيرفيس كارنت جي اس، ده جه منين؟ حد مشاه، لان مفيش حاجه اسمها كارنت يمشي على دايلكتريك، صح؟ على دايلكتريك سيرفيس، ايديال دايلكتريك سيرفيس. لو حد مشى ده غصب عن المساله، مشى جي اس، ايه اللي يحصل في الباوندري كونديشن؟ يحصل ان دي تبقى جي اس. تمام؟
يبقى بقول ايه؟ ان لو كان في اختلاف ما بين H1 tangential و H2 tangential ده لازم يحصل بسبب وجود تيار على هذا السطح. طب مين اللي جاب التيار؟ حد مشاه غصب عن المسألة، ان دول دايلكتريك، يبقى لازم حد مشاه فورسد على السيرفس ده. طب لو كان ده بزيرو، يعني لو انا بقول انا عندي مسألة دايلكتريك ودايلكتريك، المنطقة رقم 2 الماجنتيك فيلد فيها بصفر، يبقى لازم يكون السيرفس كارنت ان ماجنيتيود بيساوي مين؟ الماجنتيك فيلد بتاع المنطقة الخارجية. ده اللي احنا عملناه هنا بالظبط. انا اي فورس طفيت السورس اللي جوه، وانا عايز المنطقه اللي بره يبقى فيها نفس الفيلدز، يبقى لازم الباوندريز يتحافظ عليه. اذا كان الباوندري كان اساسا ان الفيلد هنا هو بيساوي الفيلد جوه، وانا خليت جوه بصفر، يبقى عشان اخلي اللي بره ما يتاثرش هحط على السيرفس ايه؟ سيرفس كارنتس تساوي ان كروس اتش. تمام، هحط هنا ناقص ام سيرفس. لو هنا ماشي ام سيرفس، إشارة الناقص جت منين؟ عشان إحنا هنحط في معادلات ماكسويل إشارة ناقص. تمام؟ تمام؟ كويس كده؟ إن كروس الدوت بتبقى للدي والبي. يعني أنت عندك في كونتينيوتي للتنجنشال إي و إتش، وفي كونتينيوتي للنورمال دي وبي. تمام؟ طيب احنا كنا بالنسبة للجي كنا بنقول ان الجي هنستسهل ونخليها تعمل لنا A وفاي، ومنهم نحسب الاي، وكانت الجي بتعمل الاي الكيرل بتاعها هو اللي بيجيب الاتش. تمام، من الدواليتي، دواليتي يعني ايه؟ يعني ظهور الام في المعادلات دي بالنسبة لاتش واي هو نفس ظهور جي بالنسبة لاي واتش. يبقى لو احنا عندنا في حاجة اسمها ماجنتيك كارنت، فهنعرف كمية اسمها F. لو ده اسمه الماجنتيك فيكتور بوتنشال، يبقى ده اسمه الكتريك فيكتور بوتنشال. ولو كان ده اسمه الالكتريك سكيلر بوتنشال، هنسمي حاجة اسمها بساي، تبقى اسمها ايه؟ الماجنتيك سكيلر بوتنشال. such that اذا كانت J بتعمل A وفاي، يبقى M هتعمل F وبساي، بحيث ان ال E بسبب الالكتريك سورسز هي ناقص جي اوميجا اي ناقص جريديانت فاي، والاي بسبب الماجنتيك سورسز هي واحد على ابسلون كيرل الاف. جبنا منين هي واحد على ابسلون؟ لان في المعادله بتاعت الام ظاهر ميو، وفي المعادله بتاعت الجي كان ظاهر ابسلون. يبقى اذا كانت الاتش مربوطه بالاي بميو، يبقى الاي بالدواليتي مربوطه بالاف بالمين؟ بالدوال كوانتيتي اللي ظاهره في المعادله الثانيه الابسلون. تطلع من تشارجز تخيليه احنا مألفينها اسمها ماجنتيك تشارج، اللي هي مش موجوده. اتس موديل، ما احنا اتفقنا ان دي موديل مش هيطلع الحل بدلالتها في الاخر. هيطلع الحل بدلاله مين؟ اللي عملها. هو مين اللي عمل الام؟ الالكتريك فيلد اللي على السطح. ومين اللي عمل الالكتريك فيلد اللي على السطح؟ سورس جوه الويف جايد. هيطلع الحل بدلاله السورس اللي جوه الويف جايد. فانا مش قلقان منها، يعني مش فارقه معايا ان هي موجوده دلوقتي، ان في الاخر الحل هيطلع as a function of m، اللي هي هتبقى اساسا implicitly function في مين؟ في الاي بتاعت الابرتشر. تطلع بتنتهي على تشارج. مظبوط، تمام، كويس. طيب فاستكمالا للنظريه اللي اتعملت بيزد على البالانسد ماكسويلز ايكويشنز، في واحد اسمه شيلكونوف، تمام، عمل حاجة اسمها السيرفيس ايكويفالنس برينسيبل، وقال لو احنا اقتنعنا بالمعادلات الجديدة بتاعت ماكسويل، يبقى احنا ممكن نعمل الآتي. لو انا كان عندي، هيعممها بقى، هيفرض ان كمان في حاجة اسمها primary magnetic current، which is حاجة ملهاش معنى يعني، بس عشان يبقى ايه المنظر مكتمل. هنفترض ان احنا في عندنا J impressed و M impressed. I stands for A impressed primary يعني. دول كانوا قاعدين جوه سطح تخيلي اسمه S. تمام، سطح التخيل اللي اسمه اس بيقسم الفراغ انتو في 1 وفي 2. الفيلدز جوه وبره بان هو نفس الدومين، بس السطح اس ده سطح تخيلي. الفيلدز افري وير هي ايه؟ اي 1 واتش 1، لان الدومين ميو 1 وابسلون 1 افري وير، واللي قسم القسمه دي حط فيكتيشس سيرفيس، ده سطح تخيلي. تمام، فالكلام بتاع الاستاذ شيركونوف اللي عمل السيرفيس ايكويفالنس برنسبل بيقول ايه بقى؟
بيقول لو انا انترستد في المنطقة اللي بره بس من حقي اعمل ايه؟ اطفي البرايمري سورسز واحط على السطح التخيلي سكندري سورسز such that علشان يفضل الفيلدز بره هي E1 و H1 والفيلدز اللي جوه تبقى بصفر. JS هيساوي N cross H1 و MS تساوي minus N cross E1. الكلام ده evaluated على السيرفيس اللي اسمه S. تمام؟ يبقى السيرفيس equivalence بتقول ايه؟ بتقول لو انت عندك primary sources وانت مش interested في الفيلد everywhere، انت interested في الفيلد في منطقة معينة في الفراغ، من حقك تاخد سطح تخيلي بيفصل المنطقة اللي انت interested فيها من المنطقة الداخلية او التانية اللي انت مش interested فيها، وتعمل ايه بقى؟ تطفي primary sources وتحط على السطح equivalent surface currents او secondary surface currents يساوي قيمة الالكتريك والماجنتيك فيلد بس evaluated فين؟ على السيرفس. بطريقة تانية، لو انا مش عايز اعرف البرايمري سورسز وعايز اعرف الراديشن بره هيبقى عامل ازاي، كل اللي محتاج اعمله اجيب ديتكتور، ديتكتور لإي و اتش، ها اقيس على كل نقطة قيمة مين؟ قيمة إي و اتش. لو انا جبت اللقطة دي يعني خدت صورة كده للسطح اللي اسمه اس ان ذا سنس ان انا عارف قيمة إي و اتش على كل نقطة هنا، فاي كان نو قيمة إي و اتش افري وير فين؟ بره، عن طريق ان احول الاي والاتش دول انتو سيرفيس كارنتس واقول لهم راديتو باستخدام جرينز فانكشن، تمام، او باستخدام الراديشن انتجرلز. مفهوم الهدف؟ تمام. يبقى الخطوات دلوقتي الجديده بالنسبه للابرتشرز هتختلف شويه عن الخطوات بالنسبه للانتنز اللي ما كانتش ابرتشر، ان انا بقى عندي نوعين من السورس، نوع اسمه جي ونوع اسمه ام. فهنعمل نفس الخطوات بالظبط، مره على A ومره على F. تمام. اذا كانت A كانت بتساوي ميو تكامل الجي في الجرينز فانكشن، تمام، يبقى احنا متوقعين تفتكروا ان الاف تساوي ايه بقى؟ حد يالف بدل الميو ابسل ابسل على طول تكامل على الفوليوم بتاع مين؟ الماجنتيك كارنت او السيرفس، حسب هو على فوليوم ولا على سيرفس. تمام، ونفس الكلام نفس جرينز فانكشن دي في برايم. تمام، ونفس الفار فيلد ابروكسيميشنز اللي عملناها هنا ممكن نطبقها ونعملها هنا. اذا كانت الاي هنجيب منها اي ثيتا واي فاي، ومن دول هنجيب اتش فاي واتش ثيتا، فاحنا هنيجي من الاف نجيب اتش ثيتا واتش فاي، ومن دول هنجيب اي فاي ومين واي ثيتا. يبقى دول هنقول ان هم الفيلدز بسبب الالكتريك سورسز، تمام، ودول هم الفيلدز بسبب ايه، والتوتال هيبقى يبقى اي ثيتا، التوتال هو اي ثيتا جي زائد اي ثيتا ام، واي فاي هو اي فاي جي زائد اي فاي ام. سميتوهم بقى جي او ام او عملناهم دي اسمها مثلا باي حاجه، دي اي ودي ام زي ما انتوا عايزين. يعني في ناس بتعملها دايره كده واي، او يعملوها جي وام زي ما انا عاملها كده. تمام، ونفس الكلام بالنسبه للماجنتيك فيلد، الاتش ثيتا هي اتش ثيتا ديو تو الالكتريك سورسز زائد اتش ثيتا ديو تو الماجنتيك سورسز، والفاي هي نفس الايه، نفس الحاجه. تمام، ليه انا من حق ان اعمل عمليه الجمع دي؟ ليه من حق اجمع؟ لان معادلات ماكسويل معادلات لينير، صح، ونقدر نجري عليها السوبر بوزيشن، يعني بشغل مره الجي واشغل مره الام ونجيب التوتال هو الفيلدز بسبب الجي لوحدهم زائد الفيلدز بسبب الام لوحدهم. طيب المسائل السهله اللي بتتعمل في الموضوع ده، لو احنا جينا خدنا مساله هورن، بس عشان نسهل على نفسنا شوية هنفرض ان الهورن دي مفتوحة على انفينيت سكرين،
يعني احنا هنفترض ان واحد جاب هورن بس فتحها على ايه؟ اللي احنا عملنا كده للتسهيل بس. هو براكتيكالي هي الهورن بتبقى قاعده لوحدها يعني مش مفتوحه على انفينيت سكرين، تمام؟ بس انا عشان اسهل على نفسي حل المساله. طبعا مفيش ما يمنع ان الواحد كان يسيبها كده، تمام؟ وكل اللي هو محتاج يعمله ان هو يجي على السطح ده يكتب اي بتاعه التي اي 10 وبعدين يجي يقول يبقى الام بتساوي ناقص ان كروس اي بتاعه التي اي 10 دي، وبعدين الاتش بتاعه التي اي 10 يكتبها هي كمان ويجيب جي بتساوي ان كروس الاتش بتاعه التي اي 10. خلاص كده هو جاب الجي والام، يعمل فيهم ايه؟ يبعتهم هناك يشتغلوا على الاوبريتور ده اللي اسمه اي واف، ويعمل الفار فيلد ابروكسيميشن ويطلع مين؟ يطلع من دول اي الفار فيلد واتش مين؟ اتش الفار فيلد، تمام؟ دول هيطلعوا فانكشن في ايه بقى؟ دول هيطلعوا فانكشن في ايه؟ هيطلعوا فانكشن في ام؟ مش هيطلعوا ام، مش هيطلع موجوده خالص في الموضوع. يعني لو انا كتبت الفيلد ديستريبيوشن هنا اللي هو انا مسميه اي بتاعه التي اي 10 بيساوي اي نود ساين باي اكس على ايه مثلا، تمام؟ في اتجاه واي هات لو افترضنا ان ده هو واي، تمام؟ واتش بتاعه التي اي 10 لو احنا كتبنا اي تبقى كده، يبقى الاتش تتكتب ازاي على طول؟ هتبقى اي نود على ايتا جايد، مش كده؟ اللي هي ايتا نود في جذر واحد ناقص اف سي على اف مش عارف ايه، تمام؟ على الجذر. وبرده نفس الكلام ساين باي اكس على ايه، ودي انا يهمني الاكس كومبوننت. طبعا في كومبوننت ثانيه في اتجاه، في اتجاه زد، مش كده؟ الماجنتيك فيلد بيبقى عنده ايه؟ واحده في اتجاه اكس وفي كومبوننت في اتجاه زد اللي هي بتلف جنب الحيطه وتعمل اللوبس بتاعت الماجنتيك فيلد. اللي في اتجاه زد دي لما احنا نيجي نجيب ام او جي، لو جينا نجيب جي، جي اللي هي ان كروس، مش كده؟ لو انا واخد ده واي وده اكس وده هو زد، يبقى زد كروس زد هيطلع بكام؟ هيطلع بزيرو، وده منطقي لان دي اتس نورمال كومبوننت على السيرفس فا داز نوت كونتريبيوت للسيرفس كارنت، تمام؟ يبقى دي مش فارقه معايا في حاجه. اللي انا بعمله ده هدف ان احنا نطلع ايه في الاخر؟ ان احنا نقول ان مين الكميه اللي موجوده دلوقتي؟ اي نود. اي نود هو ده الامبليتيود بتاع ده وهو الامبليتيود بتاع ده، بس بعد ما نقسمه على مين؟ ايتا جايد. فهيطلع ده، هيطلع ده الاكسبريشن بتاعه عباره عن ايه؟ في ايه؟ اي نود في حاجه، وده هيطلع برضو اي نود في حاجه. في النهايه الاثنين دول هيطلعوا فانكشن في مين؟ هيطلعوا فانكشن في مين؟ في اي نود، صح؟ هيطلعوا فانكشن في اي نود اي تو ذا ماينس جي كي ار على مش عارف 4 باي ار وحاجات كتيره كده، على حسب بقى ايه توزيعه الساين دي هتعمل ايه في الفار فيلد، تمام؟ اللي انا يهمني بس ان احنا نوصل له ايه؟ ان مفيش حاجه اسمها ماجنتيك كارنت هتطلع في الحل. هيطلع الحل ان تيرمز اوف الامبليتيود بتاع الالكتريك فيلد اللي كان موجود جوه اللي هو خلق الايكويفلنت كارنتس اللي موجوده على السيرفس مع الماجنتيك فيلد، تمام؟ فبالتالي محدش يقلق من الماجنتيك تشارجز ولا ماجنتيك كارنتس، هم مش هيظهروا خالص في الموضوع في الاخر، تمام؟ هيطلع كل حاجه ان تيرمز اوف البرايمري سورس، تمام؟ يبقى دي كده مساله ان انا عندنا ايه؟ عندنا هورن ان فري سبيس، مش كده؟ هنا لو احنا عندنا هورن اوبن اون ايه؟ انفينيت سكرين ان فري سبيس، تمام؟ يعني هنا انا عندي الهورن مفيش هنا هو المعدن بتاعها هو كده بس، تمام؟ فدي الخطوات اللي احنا هنعملها. طبعا الباقي ده كله مات فاحنا مش هنعمله، عملناه مره واحده في الدايبول وخلاص، تمام؟ اي حاجه ثانيه انتوا بتعملوها، اوكي؟ يعني كل الموضوع هيبقى مجرد تكامل، تكامل بتاع الايه؟ الساين، تمام؟ هنا ايه الفرق بقى؟ هنا انا بقول انا بقى عندي ايه؟ انفينيت سكرين، يعني الفتحه دي مفتوحه على الانفينيت سكرين. فالمساله دي هتسهل لنا حاجه، ايه الحاجه اللي هتسهلها؟ احنا جينا قلنا انا عندي هنا في اي واتش على السيرفس ده هنحولهم انتو ايه؟ جي وام، وانا هخلي الفيلدز جوه بكام؟ زيرو بعد ما احط الجي والام دول. فبقى عندي سيرفس كده
عليه جي اس وام اس والفيلدز جوه بكام؟ بكام؟ طب وفي ظهر المعدن ده الفيلدز كانت بكام؟ يعني في المنطقه دي اساسا في المساله الاصليه كانوا بزيرو، ده معدن اي و اتش هنا كانوا بصفر واي و اتش هنا كانوا بصفر، وانا جيت عشان اسهل على نفس الحل باستخدام طريقه شيركونوف او السيرفيس ايكويفالنس، قلت هعمل ايه؟ هحط هنا جي وام، وفي المنطقه دي هخلي كمان الفيلدز بكام؟ بزيرو. بقت المنطقه دي الفيلدز كلها فيها بكام؟ بزيرو، صح؟ في حاجه تمنع ان انا اعبي المنطقه دي كلها معدن؟ المعدن بيقول ان الفيلدز بكام؟ وهي كانت بكام؟ زيرو. حلو قوي. ليه انا بعمل كده؟ بيرفكت الكتريك كوندكتنج سكرين على سطحها في جي، وفي الام هنعمله سهمين كده عشان نفرق ما بينه وبين الالكتريك كارنت، تمام؟ على سطحها في جي اس وفي ام اس، تمام؟ نعمل ايه في السكرين؟ نشيلها عشان نحط ايه؟ نحط الايمج. يبقى نقول المساله انه المساله دي مكافاه للمساله دي، المساله دي مكافاه ليه؟ هنشيل المعدن اللي احنا عبينا بيه المنطقه دي ونحط مكان كل سورس، نسيب السورس زي ما هو ونحط مكانه معاه كمان ايه؟ الايمج بتاعته. يبقى عندنا هنا في جي اس على المنطقه اللي كان فيها الابرتشر زمان، في جي اس وادي ام اس، وهيبقى هنا مرايه ده مين؟ ناقص جي اس، او نعمله سهم بالاتجاه العكسي، صح؟ ده كان على السيرفس وده كمان على السيرفس، يعملوا ايه في بعض؟ يكنسلوا بعض، صح؟ يعني انا عندي اللي عايزين نقوله ايه؟ ان لو انا كان عندي الابرتشر مفتوحه على انفينيت سكرين، اللي هيراديت مش الايكويفالنت الكتريك كارنت، يبقى هيبقى مين اللي ناقص؟ الماجنتيك. طب احنا الماجنتيك كارنت حوالين على السكرين دي ايه الايمج بيقول ايه؟ ما اتعلمناهاش، صح؟ اتعلمنا ايه؟ الكتريك بس. يبقى لازم نالف ايه؟ نالف جنراليزيشن للايمج ثيري. نعمل جنراليزيشن للايه؟ للايمج ثيري. نكتب هنا كده ايه ده الجنرالايزد يبقى احنا عملنا جنرالايزيشن لمعادلات ماكسويل، مش كده؟ ونعمل لنا كمان ايه بالمره ايه؟ ايمج ثيري جديده. الايمج ثيري الجديده بتقول ايه؟ لو انت عندك بي اي سي وهنا في كيو الكتريك، تمام؟ الكتريك تشارج، او كان عندك اي الكتريك سواء كان فيرتيكال او هوريزونتال او انكلايند، تمام؟ ونكمل بقى نحط كمان ايه؟ انواع جديده نحطها، او لو كان عندك ماجنتيك تشارج، تمام؟ او عندك ماجنتيك كارنت فيرتيكال او هوريزونتال او انكلايند، تمام؟ فالايمج ثيري دي بتقول هتشيل البي اي سي، تمام؟ وتخلي السطح ده سطح تخيلي، وهتبقى الايمج سورسز لكل واحد من السورسز دي الكيو هتبقى دي احنا عارفينها دي، صح؟ ناقص كيو، والاستاذ ده دي بلس وماينس، هتبقى ماينس وبلس، يبقى ده بيبص لتحت، صح؟ يبقى ده الايمج بتاعه، وده هيبقى ده بلس وماينس، هيبقى بيبص كده، صح؟ دي بلس وماينس، يبقى دي هتبقى بلس وماينس، يبقى ده بيبص كده. يبقى الفيرتيكال كارنت الفيرتيكال كارنت بيفضل في نفس الاتجاه، صح؟ عشان دي بلس بقت ماينس ودي ماينس بقت بلس، صح كده؟ دي بلس بقت ماينس ودي ماينس بقت بلس، دي بلس وماينس، ماينس وبلس، تمام؟ الفيرتيكال كارنت بيفضل في نفس الاتجاه، وده اللي جاب لنا المونوبول ان هو شبيه الدايبول حتى لو كان السورس على الارض، ما عندوش مشكله، تمام؟ الهوريزونتال كارنت هيطير لو كان على الارض، تمام؟ لو بعيد عن الارض ده هيبقى عكس ده، تمام؟ وده اللي فسر لنا ليه الباتش لازم تبقى بعيده عن سطح الارض بلاند على اربعه، عشان ده وده في الاتجاه ده يساعدوا بعض، تمام؟ الانكلايند ما خدناش حاجه، بس ده التعميم، يعني لو عندنا انكلايند سورس بلس وماينس هيبقى بلس وماينس. طيب الايمج ثيري لما تبقى ابلايد ما بين ماجنتيك سورسز وبيرفكت الكتريك كوندكتنج سكرين، بنشيل دي بنحط سطح تخيلي، وبنحط قدام السطح التخيلي الناحيه الثانيه، لو كانت دي بلس كيو دي برضو هتبقى بلس كيو، يبقى الماجنتيك تشارج ما بتقلبش اشارتها اباوت الايه؟ اباوت الالكتريك سكرين، تمام؟ الكارنت
هيبقى نفس القاعدة. البلس يحصل لها ايه؟ تفضل بلس والماينس تفضل ماينس. يبقى كده البلس ماينس دي تفضل بلس ودي تفضل ماينس. يبقى كده بلس ماينس يبقى بلس وماينس. يبقى كده يبقى الفيرتيكال ماجنتيك كارنت هيقلب الهوريزونتال ماجنتيك كارنت هيفضل. يبقى ده حلو قوي. ده لو قرب من الارض الايمج بتاعته تعمل فيه ايه؟ تساعده ولا تكنسله؟ تساعده. بحلو جدا. لو انا عندي ماجنتيك كارنت على سطح الارض وشلتها واشتغلت بالايمج ثيوري هيطلع ماجنتيك كارنت تاني هنا كده زيه بالظبط. يبقى التوتال بتاع الاثنين دول هيبقى 2 ام اس. تمام. يبقى لو انا عندي اي ابرتشر مفتوحه في سطح انفينيت سكرين الموديل النهائي بتاعها هيبقى ضعف الماجنتيك كارنت بتاع لو كانت هي مش في ايه في ماجنتيك في انفينيت سكرين. والماجنتيك كارنت ده احنا في الاخر عارفين ان هو ريليتد لمين؟ الفيلد اللي على الايه اللي على الابرتشر. تمام. يعني ده حاجه ايه هو نفسه نون فيزيكال لكن هو ريليتد لكميه فيزيكال. وبالتالي في الاخر هو مش هيطلع موجود في الحل لان هيطلع الحل طالع بدلاله الالكتريك فيلد اللي على سطح الابرج. طيب خلاص انا كده بقى عندي المساله المكافاه للمساله اللي انا مش عارف احلها هي عباره عن مساله ماجنتيك كارنت ضعف قيمه الفيلد اللي كان على السطح ده وقاعد في انفينيت سبيس بيراديت لوحده خالص. يبقى ينفع نجري عليه جرينز فانكشن ولا لا؟ بس هيبقى عندنا دايما 2 ان كروس اي ابرج هي دي القيمه بتاعته. لا على السيرفس. ما هو الفوليوم لما تكامل على الفوليوم هيتحول لسيرفس كانك ضربت الفوليوم في دلتا على السيرفس يعني فبقى كله بصفر الا على السيرفس بس. تمام. يبقى احنا هناخد ده من هنا نحسب منه الاف صح ونجيب من الاف فار فيلد. هنعمل الفار فيلد ابروكسيميشن. نجيب من الاف الاتش فار فيلد ومن الاتش فار فيلد نجيب الاي فار فيلد ونجيب اي حاجه ثانيه احنا عايزينها. تمام. عايزين نجيب دايركتيفيتي عايزين نجيب جين عايزين نجيب اي حاجه. تمام. ناخد بريك 5 دقايق. ما عندك اسئله تعالى. بقى الكلام ده بقى على الخمس انواع دول اللي هم السلوتس والهورنز والريفلكتور والمايكرو ستريب باتش تاني لان ممكن الناس توصلها على انها ابرتشر فاحنا اوريدي بصينا عليها انها عندها جي يعني هي تنفع الاثنين جي وام. واخر واحده اللي هي الدايلكتريك ريزونيتور. بالنسبه للمايكرو ستريب انا افضل ان احنا نفضل على الجي عشان ما نتلخبطش. تمام. فخلينا شغالين جي فاحنا ممكن نستبعد المايكرو ستريب من ان هي تعتبر ابرتشر انتنا نحتفظ بيها على انها من انواع الانتنز المعدنيه اللي بيجري على سطحها اوريدي الكتريك كارنت وبالتالي مش لازم ندوش دماغنا بالمودلز المعقده اللي الناس عملتها بدلاله الابرتشرز. تمام. فهنبص على الحاجات اللي هي فعلا هوا يعني زي مثلا السلوت. تمام. الويف جايد سلوتس انا دلوقتي انا عملت فتحه الفيلد ماشي جوه تي 10 او وات ايفر الموديل اللي ماشيه وفي فتحه فطبيعي ان في شويه فيلد هيتكون على سطح هذه الابرتشر هيخرج بره ولا لا احنا محتاجين نعرف. فهنعمل ايه؟ دي كده بقت فتحه على انفينيت سكرين للتسهيل يعني ممكن نفترض ان سطح المعدني العلوي بتاع الويف جايد مش باوند بس بالعرض اللي اسمه بي ده ممكن مثلا بالنسبه للي فوق عشان نسهل على نفسنا نفترض ان هو ايه عمل فلانجنج بيسموه كده بقى عنده فلانج عنده فلانجايه يعني حاجه مكمله يعني. تمام. امتداد للسطح ده. تمام. فهنفترض ان هو بيكستند يبقى وقتها المساله دي تفرق ايه عن المساله اللي هناك ولا اي حاجه. يبقى كل اللي محتاج اعرفه بس قول لي الالكتريك فيلد على الابرتشر. تمام. قول لي قيمة الالكتريك فيلد على الابرتشر. فاحنا برضو كنوع من الـ further approximation في الموضوع ادي الويف جايد وكان ماشي فيه الالكتريك فيلد بتاع تي اي 10 مود. تمام. وبعد كده جاء قرب من الابرتشر دي فعمل حاجة زي كده لما جه على الحرف بتاعها يعني دلوقتي خانه كده وبعد كده جه عمل حاجه زي كده وبعد كده ايه؟ عمل زي كده وطبعا هو بعد شويه بيرجع يقلب وينزل ويطلع والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. تمام؟
فهو هيجي ايه عند الحته دي، هيطلع من المعدن وينتهي على الايه، على المعدن. فلما نيجي نبص فوق، يعني نبص على الابرتشر دي من فوق، لو احنا افترضنا ده السطح العلوي كده، تمام كده، انا باصص، انا قطعته وببص من الجنب، هنا ببص بقى من فوق كده، هلاقي ان في الالكتريك فيلد عامل حاجه ايه زي كده، تمام. طبعا الالكتريك فيلد لما يجي جنب الحته دي لازم يبقى بكام؟ لازم يبقى بزيرو، وبرده فوق لازم يبقى بزيرو، يعني اكن توزيعه الالكتريك فيلد على طول هذه الابرتشر لازم يبقى عامل حاجه زي كده، تمام. ده اكنه ايه؟ ساينوسويدال ابروكسيميشن بتاع مين؟ بتاع هذا الايه، بتاع هذه الانتنه. يبقى انا هفترض ان الالكتريك فيلد، لو افترضنا ان احنا عندنا هنا مثلا دي كده، ناخدها اي حاجه، ناخد دي زد وهنا ده الصفر، تمام. يبقى انا ممكن افترض ان الالكتريك فيلد، لو افترضنا مثلا ده اتجاه اكس، يبقى الالكتريك فيلد هيبقى اكس هات ساين اي نود، حيث اي نود هي قيمه الالكتريك فيلد في النص، تمام. اي نود في ساين ايه دي مثلا ناخد طولها ال باي اكس على اللي طولها ال بتساوي 2 ال. تمام؟ ايه رايكم؟ باي زد على ال. تمام؟ لا انا باصص من فوق، فهي الفيلدز عمل الحركه دي كده، ما بقاش اللي جوه دول انا مش شايفهم، دول اللي جوه الويف جايد. انا بتكلم في فيلدز اتكونت على الابرتشر طالعه من المعدن وانتهت على المعدن هنا، فلما ابص من فوق هبقى شايفهم عاملين كده. تمام؟ فاحنا كده كتبنا اكسبريشن للالكتريك فيلد از ا فانكشن اوف زد، كده لو زد بال هيبقى ساين باي بزيرو، ولو بناقص ال برضو هيبقى ايه؟ ساين باي بزيرو، تمام؟ ناخد ده بقى نعمل فيه ايه؟ نقول ما هو ده هيديني ماجنتيك كارنت بيساوي 2 ان كروس الكميه دي اكس هات في ساين ما اعرفش كام ان كروس فين، مين ان هنا؟ لو انا افترضت ان ده زد وده اكس يبقى واي، مش كده؟ او ناقص واي، تمام. يبقى هيطلع ان الاستاذ ده بتاع دي هتطلع مكافاه لماجنتيك كارنت هنا كده، تمام، ماشي في اتجاه ايه؟ واي، واي كروس اكس بكام؟ بزد. يبقى هيطلع كاني عندي في ماجنتيك كارنت ماشي على الحته اللي هي كانت زمان مين؟ اللي هي كانت زمان مين؟ خلي بالكوا احنا عملنا الثلاث خطوات دول خلاص. البتاعه مفتوحه على انفينيت سكرين، تمام؟ هنشيل دي ونحط زيرو هنا، جي وام، جي هيتصفر، الام هيبقى الضعف، وقيمته هي قيمه 2 ان كروس الالكتريك فيلد. يبقى 2 ان كروس دي عباره عن واي او ناقص واي، واي كروس اكس الحته دي بقت بزد، يبقى بقى عندي ماجنتيك كارنت في اتجاه ايه؟ في اتجاه زد، وقيمته ساين حاجه، تمام؟ ده نفس الاكسبريشن بالظبط، مع الاختلاف ان هو الكتريك اي نود بتاع انهي؟ بتاع الكارنت اللي كان على ايه؟ اللي كان على الدايبول، بس كان عندي اي، اي اوف زد بتاعت اللاندا على 2 دايبول، كان نفس الاكسبريشن ده، بس لو عملته اللي شلته ال حطيته طولها بلاندا على 4 كان هيطلع لكم نفس الكلام، تمام؟ هيطلع لكم ايه؟ حاجه اي نود في ساين كي زد، كي زد، تمام؟ على ال، لو انا فاكر صح يعني، تمام؟ المهم هيطلع نفس الاكسبريشن بالظبط، اللي هنا هو نفس اللي هنا، لو كانت دي طولها لاندا على 2 سلوت، لو دي لاندا على 2 سلوت. سؤال ايه؟ في سؤال؟ نعم؟ مش فارقه، مش فارقه، مش فارقه الاشاره دلوقتي، ظبط انت الاشاره وانت مختار المحاور، ما عنديش مشاكل، ان هي هتبقى يا بلس زد يا ماينس زد، مش مشكله. فانت ما بقاش عندك غير ام ايه؟ ام زد بس، تمام؟ فالام زد هتجيب مين؟ هتجيب اف زد بس، الاف زد هتجيب اف ثيتا، واف فاي بتساوي كام؟ تساوي زيرو. دي هتجيب مين؟ اتش ثيتا بناقص جي اوميجا اف ثيتا، تمام؟ والاف ثيتا دي او الاف زد هي تكامل الكميه دي، اللي هو كان نفس التكامل اللي احنا طلعناه فين؟ في الدايبول بالظبط. يبقى هتطلع ان السلوت اللي طولها لاندا على 2 في الويف جايد بتراديت نفس الراديشن باترن بتاع الدايبول، تمام؟
وبعد كده بيقول ان المسألة دي it's a dual problem, دي الدول to a dipole problem, الدول للدايبول. تمام؟ بس هي عشان بتراديت على سطح انفينيت سكرين فهي بتراديت في النص الفوقاني فقط من السبيس. تمام؟ طيب ده كده احنا عرفنا هي هتراديت ازاي. طب هل اي اكسيتيشن ان هل اي مكان للسلوت على الويف جايدز بيخليها تكابل يعني تاخد شويه سيجنال من جوه وتطلع بره, ولا لو انا حطيتها في حتت هتبقى ويكلي كابل, لو حطيتها في حتت تانية هتبقى واخده كميه باور معقوله. تمام؟ ففي قاعده بتقول ان مكان السلوت كل ما يكون بيقطع خطوط السيرفس كارنتس بتاعت الويف جايد كل ما تكون اكسايتد اكتر. تمام؟ وبالتالي انا عشان اعرف السلوت اكسايتد ولا لا لازم ابقى عارف توزيعه الكرنت ديستريبيوشن بتاعت المود اللي ماشيه في الويف جايد. يعني لو انتم مش فاكرين خلينا افكركم مثلا بالنسبه للتي اي 10 مود, لما كنتوا بترسموا الكرنت ديستريبيوشن كنتوا بتقولوا عندنا حاجه زي كده. فاكرين الرسمه دي ولا ما مش فاكرينها قوي؟ ده مين ده؟ ده السيرفيس كارنت, الايكويفالنت سيرفيس كارنت اللي على سطح المعدن, ها اللي منظر للماجنتيك فيلد اللي كان ماشي جوه جه على السطح قلب بقى جي بتساوي ان كروس اتش, صح كده؟ ده اللي انا عملته السنه اللي فاتت. فبيقول لك ايه بقى, لو انت عايز تقطع سلوت على الويف جايد ساتش ذات ان هي بتراديت وبيجي على السطح الجنباني بيتدلدق كده. تمام؟ فتفتح السلوت بحيث ان هي تقطع as many current lines as possible. تمام؟ يعني كل ما تقطع, يعني لو هي مثلا حطيناها هنا كده بتقطع current lines ايه؟ كتير قوي, صح؟ لو انا حطيتها كده, طب لو حطيتها كده دي كده بتقطع current line ايه؟ واحد بس. تمام؟ طب لو حطيتها في النص بالظبط وكده, خلي بالكم ان الكرنت باتن دي كلها بتتحرك يعني, بس اللي قاعده في النص كده دي بيعدي عليها ايه؟ خط واحد بس. تمام؟ لكن لو حطيتها كده دي بتقطع خطوط ايه؟ كتيره. At some instant of time هي بتقطع خطوط كتيره. تمام؟ فدي اسمها ترانسفيرس سلوت اون البرود وول. دي اسمها لونجيتيودنال سلوت on البرود وول او الوايد وول. تمام؟ دي نسميها ايه؟ لا بدل كده تبقى لونجيتيودن, بدل ماشيه مع اتجاه البروباجيشن او مع الاكس بتاع الويف جايد يبقى اسمها لونجيتيودن, يبقى دي لونجيتيودنال سلوت on النارو وول, ودي ترانسفيرس سلوت on النارو وول. يبقى قلنا دي مش هتراديت, صح؟ طب لو رحلناها كده شويه, يعني لو جبناها كده تراديت, مش كده؟ لان لما الكرنت ده يتحرك هتبتدي تقطع في مين؟ في الخطوط دي. تمام؟ يبقى في ات سام تايم انستنت هي بتقطع شويه خطوط كتيره مش خط واحد. تمام؟ يبقى اللونجيتيودنال سلوت على البرود وول اف سنترد دي ايه؟ ما بتراديتش. تمام؟ عشان كده لو كنتوا دخلتوا في المعمل مش عارف السنه دي او السنه اللي فاتت كان في تجربه, مش عارف خدتوا تجربه الويف جايد اللي معاه السلايدنج ديتكتور, بيبقى فيه بروب بيفتح الويف جايد من النص بالظبط عشان نقيس الالكتريك فيلد اللي جوه الويف جايد. السلوت دي ما تراديتش, انا ممكن ادخل فيها بروب اسامبل الالكتريك فيلد لكن هي مش هتبقى راديت لان هي مفتوحه فين؟ في نص الويف جايد بالظبط. فاللونجيتيودنال سلوت اللي على البرود وول لو هي متسنتره دي از نون راديتيف, دي نون راديتيف, لكن لو جت جنب الحيطه هتبقى راديتيف. طب الترانسفيرس, الترانسفيرس دايما راديتيف لو هي على البرود وول. طب لو الترانسفيرس على النار وول ما تراديتش. طب لو اللونجيتيودنال على النار وول تراديت. تمام؟ فالقاعده ان هو لو السلوت انترسبتس ا لوت اوف الكتريك current lines يبقى هي بتبقى ايه؟ بتبقى راديت. تمام؟ طيب ال polarization بتاع السلوت دي بقى عامل ازاي؟
البولاريزيشن بتاع الاسطات دي اي حاجه كنا بنقولها في الدايبول على الاي هتنطبق هنا على مين؟ على اتش. يبقى دي بتطلع اتش ثيتا يعني هتطلع اي فاي. هي برضو بتطلع لينير بولاريزيشن بس القاعده اللي كنا بنقولها لو انا عندي دي كده الاسطات تمام وعايز اعرف لو انا واقف هنا هيجي لي الالكتريك فيلد فين هنيجي هنا كده نوصل وفي المستوى ده نحط عمودي بس ده هبقى عارف ان هو مين ده اتش. يبقى الالكتريك فيلد هيبقى ايه عمودي عليه كمان في اتجاه ار يعني عمودي عليه بحيث انه يعمل مع ار رايت هاند رو. يبقى الالكتريك فيلد هيبقى ايه اتجاهه عامل حاجه زي كده تمام. يبقى انا وقتها لو انا عايز استقبل بدايبول لو انا عايز استقبل الراديشن اللي جاي من السلوت بدايبول احط الدايبول ايه هحطه كده مش هحطه بنفس القاعده بتاعت كما لو كان ده دايبول تمام. يبقى اللي بينطبق في السلوتس في الدايبولز على الالكتريك فيلد هينطبق في السلوتس على الماجنتيك فيلد تمام. طبعا من ضمن الانتنس برضو اللي بنقدر نعمل لها موديلنج بنفس الطريقه دي اللي هي الهورنز. الهورنز انواع كتيره بقى فاحنا عرفنا الطريقه ممكن نطبقها سواء كانت الهورن فتحتها سيركلر. لو كانت فتحتها سيركلر يبقى الديستريبيوشن جاي من انهي مود التي اي 11 الدوميننت مود بتاعه السيركلر ويف جايدز اللي تي اي 11 مش التي اي 10 تمام. فكل اللي انا محتاج اعرفه حد يقول لي توزيعه الفيلد بتاعه التي اي 11 مود عارفينها. هنفتح كتاب نطلعها نكتب الاكسبريشن بتاعها ونحولها لاثنين الماجنتيك كارنت يبقى ضعف الالكتريك فيلد لو هي مفتوحه على انفينيت سكرين او لجي وام لو هي مفتوحه على فتحه عاديه مش على انفينيت سكرين ونخلي الجي والام الاثنين يراديت ونطلع الراديشن اللي طالع من السيركلر كروس سكشن هول تمام. في انواع تانية من الهورن زي الهورن ده بيسموه دبل ريدج يعني بيبقى عنده المنطقه الحيطه اللي جوه دي عندها فتحتين كده عندها سنتين قصدي. احنا ممكن بعد الميد تيرم نفتح الداتا شيت عشان تبقى الناس كلها متواجده يعني نبص على الداتا شيت بتاعت الانتنس شكلها بيبقى عامل ازاي تمام. اخر حاجه ممكن نعمل لها او قبل الاخيره يعني ممكن نعمل لها موديلنج بنفس الطريقه دي كل الريفلكتورز يعني اي انتنه بيزد على ريفلكتور زي الدش تمام. اللي بيختلف بس الريفلكتور انتنز عن الانتنز العاديه ان هي في عندنا في انتنه شغاله كبرايمري سورس وفي انتنه ثانيه هي اللي بتعمل ايه هي اللي بتعكس. فانا عشان اطبق الطريقه اللي احنا بنتكلم عليها دي لو انا بتكلم مثلا على الهايبربوليك البارابوليك ريفلكتور اللي هو اللي بنسميه احنا دش بنبقى حاطين هنا هورن تمام. هناخد الفيلد اللي طالع من الهورن يخليه راديت على سطح ايه على سطح الدش ده وبعدين نجيب الفيلد توزيعته على الدش وبعدين نخليه يعمل ايه يعمل راديشن بالطريقه دي. يبقى انا هعمل الموضوع على خطوتين. اول خطوه هجيب الهورن عليه مثلا التي اي 10 مود اخلي التي اي 10 مود تراديت تعمل لي فيلد على سطح الابرتشر بتاعه الريفلكتور وبعد كده اثبت الفيلد على سطح الابرتشر احوله لجي وام وبعدين اخليه ايه هو يراديت الراديشن باترن بتاع الريفلكتور انتنا. دي ابسط طريقه يعني في طرق ثانيه الناس عملتها بس دي اسهل طريقه تمام. الريفلكتور سيستمز كلها هدفها ان هي تزود الدايركتيفيتي او الجين. يعني انا عندي انتنا كان الفتحه بتاعتها صغيره هعمل انذر سيرفيس كبير وبالتالي الاريا بتاعته بقت كبيره وبالتالي يبقى الدايركتيفيتي او الجين بتاعه ايه كبير متناسبا مع الاريا بتاعه هذا السطح العاكس تمام. انواع الريفلكتورز ممكن تبقى عاملين حاجه زي كده زي اللي فوق ده يعني ممكن تبقى شيت يعني ممكن اجيب دايبول واحط وراه حته معدن كده انا عملت ريفلكتور سيستم تمام. ممكن الريفلكتور يبقى كبير ممكن يبقى صغير كده او ممكن يبقى مجرد سلكه هو كمان يعني يبقى دايبول دريفن وراه سلكه ثانيه مش دريفن باراسيتيك تمام. وده اللي موجود في الانتنس زي ما اتكلمنا كده المرات اللي فاتت اللي على سطح البيت اللي بنسميها ياجي اودا تمام. او ممكن يبقى ريفلكتور له قطاع سواء كان بارابوليك او هايبربوليك. واعتقد احسن ناجل بقى الكلام على الريفلكتورز دي بعد الايه بعد الميد تيرم الناس وقعت مني خلاص تمام. اهم حاجه انتوا فهمتوا الجزء بتاع الجي والام ده الجزء اللي كان فيه الحاجات العنيفه بقيه الكلام كلام كواليتيتيف يعني هندردش بتراديت ازاي وحاجات زي كده تمام. المحاضره بتاعت يوم الاربع انا هتكلم مع يوسف بس هي غالبا هتبقى على البلاك بورد اونلاين يعني للناس اللي عندها اسئله
وهعمل ديمو على استخدام تول عشان السيميوليت انتهت تمام. فحطيت معايا ايه محتوى في ميعاد المحاضره ايه ممكن نخليها بعد الظهر سواء كان الاربعاء او الخميس. انا افضل تكون بعد الظهر يكون في مذاكرته معايا بقى مذاكرته امتى عشان لو حد عنده اسئله بالمره يبقى بيكون البرنامج بيشتغل ازاي وفي نفس الوقت لو حد عنده اسئله يسالها. خلاص ربنا يوفقكم ويسلمكم.